بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحبته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. اللهم صل على سيدنا محمد البرزخ بين الأحدية والواحدية وبين البطون والظهور، سر التجلي الأعظم، أحمد البداية والبشارة، محمد النهاية والهداية، محمود السيرة والسريرة، مصطفى العناية والرعاية، وعلى آله وسلم عدد كمالك وكما يليق بكماله. اللهم صل على سيدنا محمد مجل الربوبية بقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومفتتح النبوة بقول: وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وتجلي الألوهية الأعظم بقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صاحب الخلق العظيم والنهج القويم والصراط المستقيم الرؤوف الرحيم، وعلى آله وسلم بقدر ما وضعته فيه من أسرارك، واجعل لنا منه أوفر نصيب من العناية والرعاية يا الله يا مجيب. اللهم صل على سيدنا أحمد الأولية والرسالة، وسيدنا محمد الآخرية والنبوة والهداية، المتخلق بالعبودية والقائم بحقوق الربوبية والألوهية على أكمل وجه، وعلى آله وصحبه وسلم كما هو أهله بما أنت أهله، وأنلنا منه على يديه أوفر نصيب من القرب والتخصيص. يا كريم يا مجيب يا ودود يا الله يا الله يا الله. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك بأسمائك الحسنى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على سيدنا محمد المتعلق والمتخلق والمتحقق بها وعلى آله، وارزقنا محبة فيه وتعلقا به، يورثنا منه على يديه تعلقا وتخلقا وتحققا بأسمائك يا رب العالمين. اللهم يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، صل صلاة هوية على من جعلته هوية الأكوان وسر روحانيتها، سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك، وعلى آله وسلم، واجعله هوية لذاتنا وروحا لأرواحنا، نسلم بها من موارد الأشقياء وننال بها عطاء السعداء. اللهم يا أول يا آخر، أنت الأبدي الأزلي الباقي السرمدي الديمومي، قهرت الزمان بالأولية وقهرت الفناء بالآخرية. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأول الآخر وعلى آله، الذي جعلته أول الناس خلقا وآخرهم بعثا، وجعلته فاتحا وخاتما، فهو أول المسلمين وأول العابدين وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، وأول شافع وأول مشفع، وأول من يدخل الجنة، وآخر المرسلين بعثا ومنهاجا، وكتابه آخر الكتب المنزلة، صلاة تكون لنا بها يا الله أول من نرجع إليه في كل أمورنا، فإليك المرجع والمآب، وتؤخر أنفسنا وهوانا فلا نعصيك ونكون أول السباق إلى الخير، وتؤخرنا عن كل وصف وفعل يبعدنا عنك يا أول يا آخر يا الله. اللهم يا ظاهر فلا يخفى، ويا باطن فلا يدرك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الظاهر الباطن، وعلى آله، الذي أظهرت محمديته وأبطنت أحمديته، ففي الظاهر هو إمام المرسلين وسيد المرسلين، هو إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، وفي الباطن هو روح الأرواح وسر بقائها، فأظهرته بألوهيتك فهو الهادي إلى صراطك المستقيم، وأبطنته بربوبيتك فهو رحمة العالمين، صلاة تصلح بها ظاهرنا بالتخلق بالعبودية،
وتنور بها باطننا بالتعلق بالربوبية، فلا نرى في المظاهر إلا الظاهر، ولا نعتمد في أسرارنا إلا على الباطن. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. يقضي عنا الدين واغننا من الفقر، يا أرحم الراحمين عافنا واعف عنا وسائر المسلمين يا رب العالمين. نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وأهلينا وآبائنا وأمهاتنا وأقربائنا وآل بيت نبينا ومشايخنا وعلمائنا وأمة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وذرياتهم وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. يختم لنا ولهم بخاتمة السعادة أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. بقية الأبواب الواردة في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير الكتاب 65 في صحيح البخاري، الباب 21، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. وفي بعض روايات البخاري باب بالتنوين هكذا، يقول باب في قوله تعالى إلا المستضعفين، وإلا هذا استثناء، استثناء تعرفه مستثنى من الذي قبله، لأن أيل في الآية التي قبلها إن الذين توفهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. يبقى دول مستثنين من اللي مأواهم جهنم، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين. فإلا دي مستثنى من الآية السابقة، حتى تعلم المعنى لابد أنك أنت تراعي السياق ولا تقتطع الآية من وسط السياق ثم تبدأ في تفسيرها، لابد أن تراعي السباق واللحاق. فهي مستثنى من قوله فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، أي الذي قبل أن يعيش مستضعفا مسلما في بلاد غير المسلمين ويمنعونه من أداء شعائر دينه، ويظل على ذلك متعرضا للفتنة إلى أن تتوفاه الملائكة. فهنا يلومونه الملائكة على أنه قبل أن يعيش في هذه الظروف وأن يفتن نفسه، وإن لم يفتن نفسه يفتن ذريته من بعده. أما إن كان مستضعفا لا يستطيع حراكا، عنده عجز، عنده ضعف، مستضعفين من الرجال يمكن يكون ضعيف، عنده شلل، عنده مرض، لا يجد وسيلة تنقله ولا أحد يعينه، وكذلك المرأة لا تجد من يعينها وينقلها ويأخذ بيدها، والطفل الذي يعيش مع أبيه أو أمه مستضعفا، كل هؤلاء مستثنين، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة، يعني الذين لا يستطيعون حيلة، تبقى فيها كده مقدر تفهم، الذين لا يستطيعون حيلة، يعني حيلة للخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام حيث هم مستضعفون في أرض الكفار، ولا يهتدون سبيلا، يعني ولا يعرفون طريق للسفر، لأنه كان زمان السفر يكون السفر في البر فهذا يحتاج إلى هادي يهدي الطريق، أو يكون في البحر وهذا يحتاج أيضا إلى نوع مخاطرة، فأولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، سبيلا يعني لا يهتدون طريقا، طريقا للخلاص أو للوصول لبلاد المسلمين، للخلاص من الاستضعاف
أو للوصول إلى بلاد المسلمين حيث يأمنوا على أنفسهم وعلى دينهم وعلى ذريتهم من بعدهم. وعنه به قال أي بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير الإمام البخاري في صحيحه يقول حدثنا أبو النعمان اللي هو محمد بن الفضل السدوسي شيخ الإمام البخاري كنيته أبو النعمان قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد اللي هو حماد بن زيد عن أيوب اللي هو السختياني عن ابن أبي مليكة عبد الله بن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا المستضعفين قال كانت أمي ممن عذر الله. وسبق هذا الحديث في أبواب قبل أم سيدنا العباس ابن عباس عبد الله بن عباس أمه زوجة عم النبي العباس كانت اسمها لبابة لبابة بنت الحارث أخت أمنا أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث زوجة النبي صلى الله عليه وسلم فكانت مستضعفة في مكة وكانت تعيش مع زوجها العباس وأبنائها ولا تستطيع أن تهاجر بنفسها فكان سيدنا عبد الله بن عباس مقيما مع أمه فقال كنت أنا من هؤلاء المستضعفين. كان عمره ساعة هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني قريب من 10 سنوات. باب قوله فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم بقية الآية لأن الآية بتقول إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا يعني يعفو عنهم يعني يتجاوز عن تركهم الهجرة من بلاد الكفار إلى بلاد المسلمين حيث يجب عليهم أن يكثروا سواد المسلمين ولا يكثروا سواد الكفار. وعسى طبعا في القرآن إن جاءت على لسان الله تكون محققة عسى الله أن يعفو عنهم يعني قد عفى عنه. وكذلك لما تأتي كلمة أرجو في لسان النبي صلى الله عليه وسلم في السنة المطهرة معناه قد تحقق. النبي يقول وأرجو أن أكون هو هذا الذي يشفع في الخلائق يعني فتحقق هذا ورجاء النبي محقق. يبقى عسى في القرآن ولعل تأتي على معنى التحقيق إذا كانت من قبل الله عز وجل. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعن أبي قال حدثنا أبو نعيم اللي هو الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن البصري هو تميمي ومولاهم بصري عن يحيى اللي هو ابن أبي كثير عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أبوه سيدنا عبد الرحمن بن عوف عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء إذ قال سمع الله لمن حمده ثم قال قبل أن يسجد اللهم نج عياش بن أبي ربيعة أخو أبو جهل لأمه. عياش بن أبي ربيعة كان مسلما مستضعفا في مكة ولم يستطع الهجرة لأنهم حبسوه فكان النبي يدعو له اللهم نج عياش بن أبي ربيعة اللهم نج سلم بن هشام وسلم بن هشام أخو أبو جهل اللهم نج الوليد بن الوليد اللي هو أخو سيدنا خالد بن الوليد اللهم نج المستضعفين من المؤمنين اللهم اشدد وطأتك على مضر اللي هم ايه كفار قريش اولاد مضر يعني ما يقول اللهم اشدد وطأتك على مضر يعني على كفار قريش الذين هم اولاد مضر اللهم اجعلها سنين كسني يوسف يعني اجعل
هذه الأعوام أعوام مجدبة، سنين يعني إيه؟ يعني جد، يعني بلا مطر، قلة طعام ومؤنة، يعني مجاعة. اللهم اجعلها سنين يعني أعواما مجدبة، كسن يوسف اللي هي السبع العجاف، مش في سبع عجاف وبعدين يتبعها بعد كده ايه السبع ايه يغاثوا، يعني الناس ايه يغاثوا بعد السبع، سبع شداد اللي هم كانوا في صورة ايه السبع بقرات العجاف، كسن يوسف. وهذا الدعاء كان النبي يدعوه في القنوت، قنوت الصلاة، لأنه بعد ما قال سمع الله لمن حمده من الركعة الأخيرة كان يدعو به في القنوت. هنا بيقول بين النبي بغير ميم كده، بين، وساعات تقول بينما، تنفع الاثنين يعني، ممكن تبقى بميم لكن الرواية هنا بغير ميم، بين، والمعنى واحد يعني أثناء، أثناء أو وقت، وقت أن رفع من الركوع وقال سمع الله لمن حمده، دعا هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المستضعفين المعذورين لأنهم كانوا محبوسين، وربنا سبحانه وتعالى استجاب لنبينا دعوته ونجاهم والحمد لله. باب قوله ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم. هذه الآية اللي هي بتتكلم على صلاة الخوف، صلاة الخوف يعني التي يصليها المسلمون إذا كانوا في وقت الحرب وملاقاة العدو، سمى صلاة الخوف، وإذا كان في أثناء النزال يسموها صلاة شدة الخوف، يبقى دي صلاة الخوف. بينقسم الجيش فرقتين، فرقة تصلي مع الإمام وفرقة أخرى تحرس وتكون في مواجهة العدو، فالفرقة التي تصلي مع الإمام تصلي معه ركعة والإمام بعد ذلك يرفع، وهم يصلون ركعة لأنفسهم ويسلمون، والإمام ينتظر حتى تأتي الفرقة الأخرى تصلي معه الركعة الأخيرة، ثم بعد ذلك يجلس للتشهد ويقومون لقضاء الركعة التي فاتتهم، ثم يمكثون لقراءة التشهد ويسلم ويسلموا معهم، يبقى كل فرقة صلت خلف الإمام ركعة من الركعتين. دي إحدى صور صلاة الخوف، في حوالي 16 صورة و16 كيفية، لأن أحوال الحرب تختلف وتتفاوت من الشدة ومن التربص ومن الهدنة ومن الحراسة، فبتختلف على حسب. كان سيدنا عبد الرحمن بن عوف في هذه المعركة كان مريضا وكان السلاح بتاعه بيسقله، فنزلت الآية دي لتعذره وتعذر من كان على شاكلته. ولا جناح عليكم يعني لا إثم عليكم، يعني رفع عنهم الحرج والإثم. ولا جناح عليكم أن إن كان، يعني في حالة إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى وثقل عليكم السلاح أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. وعن أبي قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا حجاج عن ابن جريج، ابن جريج اللي هو عبد الملك بن عبد العزيز، ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرني يعلى، يعلى اللي هو ابن مسلم بن هرمز، عن سعيد بن جبير من أئمة التابعين، بل قيل أنه أفضل التابعين، والخلاف بينه وبين أويس القرني أيهما أفضل في عصر التابعين، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما رضي الله تعالى عنهما إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى، قال عبد الرحمن بن عوف كان جريحا، يعني نزلت هذه الآية لتعذر من كان جريحا، وعند نزول الآية دي اللي كان مجروح مين؟ سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فهي نزلت له ولمن كان على شاكلته والحكم مستمر. باب قوله ويستفتونك في النساء،
يعني يستفتونك، يسألونك الفتوى في النساء، يعني في ميراث النساء، لأنهم كانوا يرثوا النساء كرها. وقد تكون النساء هنا في الآية تشمل أيضا اليتامى اللاتي في حجور الأولياء. يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقولوا وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وعنه به قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة، أبو أسامة اللي هو حماد ابن أسامة، قال حدثنا أبو أسامة اللي هو ابن حماد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه، عن أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها خالته أم المؤمنين. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن اللي هو المهر يعني وترغبون أن تنكحوهن، وترغبون أن تنكحوهن يعني وترغبون إما أن تنكحوهن يعني أن يعني في نكاحهن أو ترغبون عن نكاحهن، يعني تحتمل المعنيين. يعني لو واحد تحت إيه ولايته يتيمة هو مسؤول عنها وكانت لها مال وكانت دميمة يعني لغير مرغوب في نكاحها وكان المال الذي يقوم عليه مالا مشتركا بينه وبين مالها، فيأتيه حال يمنعها من التزوج ولا يتزوجها مخافة أن يزوجها لآخر فيشركه في ماله، فيبقى كده يظلمها. يبقى ترغبون عن نكاحهن لعدم الرغبة فيهن ووجود مالهن مختلطا بمالكم، فعليكم أن تقسطوا في اليتامى يعني إيه تعدلوا. وإذا وقد يكون بمعنى أنه يريد أن ينكحها يعني يتزوجها حتى لا تتزوج غيره فيظل مالها المشترك مع ماله في حوزته ولا يعطيها مهرها، ولا تؤتونهن ما كتب لهن، لا يعطيها مهرها مقابل أن يقول لها ما أنا ربيتك بقى حدي لك مهر إيه عشان أنا ربيتك وبرع لك مالك، يوم يظلمها ولا يؤتيها ما كتب لها من مهر. يعني كل هذا من صور الظلم للنساء إن هو يظلمها، إما يمنعها تتزوج غيره وهو لا يرغب في زواجها فيبقى عضلها، أو إما يتزوجها بلا مهر فيكون أيضا ظلمها. فكل ده نزلت الآية حتى تمنع الظلم الذي كان يحدث على النساء في الجاهلية وقبل الإسلام وإلى الآن يحدث من بعض المسلمين الذين يظلمون أنفسهم ولا يعرفون الأحكام.